ثاني الإيمان بالملائكة، وهم جند خلقهم الله من نور، وهم من عالم الغيب الذين لا نراهم ولكن نؤمن بهم، وقد جعلهم الله أصنافا، كل صنف من الملائكة له عمل يقومون به في هذا الكون، فمنهم الحفظة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ومنهم حملة العرش، ومنهم من ينزل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكال، ومنهم الموكل بالموت ملك الموت ملائكة الموت، ومنهم أصناف لا يعلمها إلا الله سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود الله عز وجل كثيرة.